الله وبركاته خوتي اخواتاتي. اليوم جيتكم بواحد الكاطو ان شاء الله للعيد اللي مصايب باللوز مهرمش محمر ومهرمش ماشي مهرمش مطحون مزيان والزبيب حتى هو مقطع طريفات صغار هانتوما على هذا الشكل ربعات المعالق ديال اللوز وربعات المعالق ديال الزبيب معلقة كبار ديال الزبيب مقطعين طرف صغار عندي هنا 500 غرام ديال الطحين السكر فاني ليفور شيميك واحد ساشي دو زو جوج بيضات و 150 غرام ديال الزبده كاس ديال الزيت عامر ديال العنبه كاس هنايا وهنا كاس الى ربع واحد شويه ديال نقص ديال السكر سكر عادي عندي هنا مايزينا وعندي هنا قبيصه ديال الملحه نعاودو على بركه الله 500 غرام ديال الفرينه ونشوف شحال غادي يدخل واش كثر ولا قل ساشي فاني وساشي لوفير شيميك 150 غرام ديال الزبده جوج بيضات قبيصه الملحه جوج ديال المايزينا جوج معالق كبار ديال المايزينا كاس ديال العنبه واحد شويه ما عامرش ديال السكر سكر عادي وهنا كاس ديال العنبه ديال الزيت هنا عندي اربعه المعالق كبار ديال اللوز مدقوقين مزيان مطحونين مزيان وهنا عندي اربعه المعالق كبار ديال الزبيب اللي مقطع طريفات طريفات على هاد الشكل على بركه الله عندي البيض غادي ندير السكر قبيصه ديال الملحه نحاول نطرب حتى يدوب ليا السكر شويه ينقش شويه من داك الحروشيه لي عندها سكر ثقيل دير سكر ثقيل ماشي مشكل غير هو الا درتو داك السكر الغلط شويه خصو باش يدوب طربو شي شويه مزيان نزيدو الزيت نزيدو الزبده سكر فاني حتى هو نزيدو خمارة من بعد فوالا هي ولات بحال لابوماد نزيدو الزبيب نزيدو اللوز هاد اللوز انا عندي محمر في الزيت
وطحنته مزيان بلا قشور. واللي بغى يديرو بلا قشور يديرو بلا قشور، حيت انا عندي هنايا الزبيب داكشي باش ما درتوش بالقشور باش ما يجيوش النكهات بزاف. وغادي يكون فيه النكهه ديال لافاني. دابا غادي نزيد مايزينا جوج معالق كبار، دغيا كتجمع العجينة دغيا كتجمع. فوالا ما بقيتش كنحس بالسكر كله داب. ودابا بقى نضيف الطحين بشويه بشويه. غادي نضيف حتى الخميرة، نبقى مستمرة على هاد الطريقة شوية بشوية باش ما تجينيش العجينة قاصحة بزاف. عيني ميزاني، نقدر ندخل 500 غرام كله، نقدر ما ندخلوش، يقدر يشيط واحد شوية على حسب النوعية ديال الطحين وعلى حسب البيض إلا كان كبير ولا صغير. باقي واحد شويه نزيد ليه هاد الشيء اللي بقى. ونخدم يدي طبيعة الحال. اليد كتحس
Voilà, là, c'est le kawam. Les malques à dire ferry, non? ودابا غادي نخليها ترتاح واحد 5 مينوت ونشكلها معكم. الكويرات ديالي ها هما جاوا فهاد الشكل هذا، وكنثقبهم بهادي ديال العسل، هادي ديال العسل اللي منين كندير كريكبات بحال هكا كنجيب هادي وكنثقب بها. هادي راه خاصة للعسل باش كنبقاو نديرو بها العسل فوق الكريسات ولا الحرشة ولا الملوي. فوالا انا استعملت كنتقب بها باش هاد البلاصه اللي فيهم تقابي غندير غادي ندير لا كونفيتور. فوالا نستمر على هاد الطريقه هادي هاد الكويورات. كنبقى ندخل فيهم هادي حتى كتشد لي هاد الطابع. هو في الحقيقة ماشي طابع، هذا راه كنخدموه العسل. بقات لي الحبة الأخيرة هانتوما كتشوفو. فوالا هاهو واجد ان شاء الله غندخلو على الفور على 150 درجة. 150 درجة 14 دقيقة ولا 15 دقيقة كاع ماكسيموم. نطلقو من بعد الطياب ان شاء الله. دار لي 15 دقيقة في الفور، وانا كنديكوري فيه بالمربى ديال الليمون، وغادي نزوق بالفراوله هانتوما كتشوفوا هذا الشكل. غادي يجي مذاق رائع بالزبيب واللوز والفراولة. كنكتر من لافريز حيت ما تيبغيوليش هذا الليمون. لا كونفيتور تاع الليمون قليل اللي كيبغيه، تيجي شويه حامض. هانتوما كتشوفو على هاد الطريقة، نستمر بشوية بشوية حتى نكملهم. كنحطهم في الوسط
واخا هانتوما كتشوفوا جاو رائعين. جاو رائعين هانتوما كتشوفوا على هاد القوام نص كيلو دار ليا تبارك الله الخير والبركه. عندي نوتر بلاطو خصني نديكوري ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم ديالي. هانتوما كتشوفوا زينتو على هاد الطريقه بلا كونفيتور ديال لا فريز و لا كونفيتور ديال الليمون باش يعطيني شويه اللوينات في الكاطو. هانتوما كتشوفوا جا زوين ومحمر مزيان. ايوا ما يبقى لي غير نقول لكم جربوه وصدقوني جربوه غادي يعجبكم هاد لا غوسيت بالزبيب من الداخل وباللوز. جربوه وردوا عليا باش ما كاين. تفاعلوا معايا وديروا الجرس ابونا ان شاء الله بوغ لي نوفيل الى غوسيت اخرى ان شاء الله. وبصحه فطوركم. الى الملتقى. السلام عليكم. Thank you.